قلت لها غتخشي له موت في قلبه وتخلي له تاق من قلبه ليا، وانا ما نسمحش لك حتى غدا قدام الله يا الحقار. 17 سنه تحركوا اخوتي، حركوا اخوتي، حركوا ندير شوفوا كي ديروا، نوضوها شي شويه هيجوها هيجوها غيتشد، هيجوها غيتشد. السلام عليكم خوتي، غندير لكم الحكايه من الاول عاوتاني باش اللي سمعنا يعرف شنو واقع ليا، باش ما تحزناش. خلق نعطيك من الاخر، نعطيك من الاول باش اللي اول مره كيشوفني يشوف شنو غيدير معايا، نسمع شنو غايقول فيا. انا خولدي عنده 17 عام، كان جالس في باب الدار، جا عنده دري ولد الحومه، ماشي حومتنا ولد الحومه اخرى، باه عنده فراش الحومه ديالنا. قال له نبيع لي التليفون، ما نبيع لي التليفون، انا سمعت الهضره في باب الدار، خرجت شكاين مش كاين. قال لك اودي راه ايمن غيبيع لي التليفون. قلت له ايمن راه هذاك التليفون اللي عنده راه ما غيبيعوش لك، ما عرفتش يبيع التليفون. دخلت عاودت رجعت لقيته باقي كيهضر، قلت له فلان عبد الرحمن ايمن راه ما غيبيعش التليفون. قال لي حنا كنلعبو في واحد ليج. دخلت بحال هاتي، داز يومين جا عندي الدري هذا عبد الرحمن، قال لك اودي راه عطيت ولدك 2400 ريال، راه قال لي غنمشي لفلاشي في التليفون، راه ما جابش لي التليفون، وراه خصني نعطيه انا 2400. قلت له ايمن ما غايبيعش التليفون في الاول، انا قلتها لك. عاد دايت عاود مشى جاب مو با، هضرت معاه بنفس المنظر، قال لي لا فيه با، قال له هادشي كاين. قال له ملي قالت لك المراه ما غايبيعش لك علاش عطيتيه 2400؟ فقد ولدو الدار ديالو زيدو قدامو مشى، مشات لهاديك هكاك قال لك شنو؟ قال عطيه تليفونه. قلت له ولدي عطيه التليفون، قال لك عطيني 2400، وانا قلت قال لك ما بقيتش باغي نبيع التليفون هكا 2400 ديالك، والله راني عارف. قال لك الدري لا انا بغيت التليفون. بقات هكاك، جا الحجر الصحي، حتى كنعاود لكم راقب الحجر الصحي في شبال، جا الحجر الصحي ما شي ما بقى كيشوف شي. مور رمضان ب 10 ايام ولدي هبط لابلاش، كان بحال ديك الساعه طلق، هبط لابلاش جا يتبحر، تلقى هو وخوهم ماشي من هاد الجوج اللي قتلوا ولدي، خوهم الاخر وسطاني، شدو عطاه قتله دايز رجال الامن، اش كاين؟ قال لهم الدريه تليفون، هزهم في الصافي طبطوهم الدائره الاولى، من الدائره الاولى عيطوا لي لان ولدي قاصر. هبط قالوا لي راه ولدك دا تليفون لشي واحد، طلعت عليه الله يا ايمن انت وليتي كدي تليفون، انت من تليفون ديتي؟ كنضرب عيني كنلقى ولد مول الفران، قالت لي واش معاك؟ قلت له انت دارك تليفون؟ قال لك لا، راه عطاه خويا 2400 ما عطاش تليفون. قلت له اش كتقول اخويا دا تليفون؟ غتدخل لي ولدي انا الحبس على كذبه. دخلنا عند البوليس، قالوا اش كاين؟ شكاين؟ قالوا 2400 لا تليفون، بقى 2400. قالنا هذيك من الهضره خاويه، سيروا يا اما عطوا الولد 2400 ديالو، يا اما انت عطي الاخر 2400 ودي التليفون. خرجنا من عند البوليس على هذا الكلام هذا، هما ما جابوش ال 2400، ولدي بقى شاد تليفونه بقى فيلمو هكاك، ما شي ما سول في شي حتى نهار 8 في شهر 8 اخوتي، مور العيد كبير سيمانه، باقي ولدي حتى اللحم ديال العيد ما كلاش، ما شبعش فيه حتى في كرشو. سمعنا باش جات دار العيد 8 8، يلا جيت من المارشي حيدت الزاتي، قال لي اشعلي لي الدوش، جالس باب الدار. وهذا الشيء اللي غنقول لكم بلا ما نقول لكم انا، راه كاميرا من هذا الحلق وكاميرا من هذا الحلق، باب الدار عندي فين جالس ولدي، شاده ولدي شاده كل شيء، راه جات السلطات وداتها، جاو تسللوا ليه هو جالس هو وبنت، ودي بنت الحومه ماشي تسمعوا بنت تقولوا بنت، بنت التقاده ديالهم جالسين هو وياها وجوج دراري قاطين تليفونات، حتى عارفين راه كل واحد عنده دري كيعرف تليفونات الدراري اش دايرين فيهم، كيتصاوبوا في تليفونات كيتبادلوا تصاوب، المهم عندنا غير المهم كيتصاوب في تليفون. جا الاخر اللي جاي دار الكاميرا، جاو بجوج بهم سلوا ليه، واحد شدو من شعره ضربها له هذيك اش كيقولوا ليها جمعوا بالنص طيحوا الارض، الغوت اللي كنسمع انا ماما ماما خرج، اللي كنخرج كنلقى ولدي مصمت في الارض، داروا له كلشي حولي طارحينه للارض، واحد تيدخل له والبرهوت الصغير كيشتف عليه، نزلت انا البرهوت الصغير دخلت له واحد جوج ولا ثلاثه ديال الكلاكات، ولدي لقى نفسه منين غيتنفس خرج، خرج انا خرجت طقطقتي الموسيقى، استاذ عدنان يا اللي عندك 29 سنه يا الحقار، يا سير اللي غادي دير لولدي هذا الشيء، سير ديروا لهذوك اللي خسروا لك الوجه ديالك، واللي خسروا لك الحلق ديالك، واللي خسروا لك الفخدين ديالك، ما ولدي ما دار لك حتى شي حاجه، كاع اللي نفرض دار خوك 2400 ريال ديالو، كل خوك جاب له 2400 خويا كان غادي دي تليفونو، ما بغاش ياخذ هو 2400 ديالو، وما ديرش له ديك القتله اللي غتخشي له موت في قلبه وتخلي له تاق منه قلبه ليا، دير هذا الرجال بحالك، هذاك عنده 17 عام قد تولد واحد نادى كنتي كتسمعني، وانا ما نسمحش لك حتى غدا قدام الله، وباقا نتابعك في الدنيا وفي الاخره عدنان، باقا غنتابعك في الدنيا وفي الاخره، ودم ولدي خليته لك ان شاء الله، كحلاف 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 ايامك اللي غدوز في الدنيا، ومع عند الله، الله قادر بيك. قادر بك، ودابا انا من هذا المنبر هذا كناشد باللي قادرين عليك هنايا ينوضوا يتحركوا، راه بزاف بزاف
بزاف من 8 8 وعندك 17 بلان قبل من ولدي وما تشديتيش وجا باش ها وصف وما ما تشديتيش علاش اخويا شبغاي بغيت نعرف السر في هادشي شنا هو بغيت نعرف السر واش دايرتا قياد الاخفاء واش هز معاك شي حجاب باش ما يشوفكش المخزن علاش البيبليك كيشوفك علاش انا شفتك البارح وملي عيطت لهم وفلتي علاش اخاي فارد زعما جاي معاك شي فو صحيح ديال الموطور ولكن ربي ما غيخليكش وانا ما بغيتكش تمشي عند سيدي ربي قبل ما نبرد قلبي ونشوف في الحبس شوف انت معذب اخويا واش خويا شحال كنتايا عدو كافر بالله عدنان عدو كافر بالله سيدنا مزاوقا فيك هانا 17 سنة هانا سيدنا مزاوقا كتراب رجليك في النفس اللي كتطلعو تهبط بين لي حق ولدي تا هو راه فرد من شعبك ما بغيتوش يضيع ها هو يا سيدنا شوف اسي الحموشي هذه راه غير هزاتو لابيرانس من المستعجلات ديال مولاي عبد الله وطالعة بيه المستعجلات ديال السويسي شوف كي داير ما نجبد لك التصاور ديالو اللي هو في الانعاش راه تبكيهم دم انا مزاوقا حركو اخوتي حركو اخوتي حركو دير شوفو كي ديرو ارهابيين وكتجبدوهم ارهابيين كيكونوا مخشوشين بالتخاخش وكيتجبدوا وعندنا كيدور حدايا ما بغاش يتجبد مزاوقه فيكم اخوتي مزاوقه فيكم وتحركوا شويه انا مزاوقه في الله تا انا راه فرد من الشعب تا انا راه عندي حق في الدوله هذه تا انا عندي حقي فيها بغيت حقي يبان بغيت حقي حق ولدي يبان بغيت ولدي الى بقى راس قبره يبقى مرتاح ماشي هو مغدور واحد اخر باقي كيتفتح ليا وكيدور راه ما يبغيها لا ربي ولا عندو ما يبغيها لا ربي ولا عندو مزاوقه فيكم نوضوها شي شويه هيجوها هيجوها غيتشد هيجوها غيتشد راه واخا يكون في كرش امو راه غادي يخرج مزاوقه فيكم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر شويه إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.